براندا تخرج عن صمتها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح يكون مع نارين بيوتي، فنارين مؤخرا قامت بنشر مجموعة من الاستوريات مع زوجة خالها الشهد، والشهد كانت عم تجهز نارين لموعد راح يجمعها مع خاطبها رامي، وشهد عملت لنارين ميك اب وشعر وطلعت نارين بتجنن، والجمهور حب كتير شغل شهد. نمر إلى راند طليقة فراس أبو شعر، فراند مؤخرا أعلنت عن خبر طلاقها من خلال ستوري على صفحتها بالإنستغرام، وكذلك فراس أبو شعر قام بنشر بوست أعلن من خلاله عن طلاقه من راند، وراند بالأمس قامت بنشر ستوري علقت عليه راند بي الله يمهل ولا يهمل، ويذكر أنه فراس أبو شعر وراند ألغوا المتابعة لبعض على الإنستغرام، فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، حطوا لي رأيكم بخانة التعليقات، بحبكم كتير.